الخير، حلقة جديدة من أهلية بمحلية. الليلة السارة والعاني بضيوفنا وأهليتهم، والعاني بالأغاني والألعاب، والعاني كمان بالتحديات والمواقف المضحكة. حضروا حالكم لسهرة نار مع أخبار لأول مرة رح نعرفها عن نجوم بتحبون. بسرعة خلونا نستقبل سوا ضيوفنا لليلة. اثنيناتهم صوت أغلى شي عندهم، هي كلها رومانسية وهو كله حركة وحيوية. هي صوتها وديها أبعد من العالم العربي وهو ورا جيش جبوري. بحلقتنا الليلة رح تحدوا بعض والشاطر منهم رح يربح. رحبوا معي بالنجمين رفيال جبور ومنال الملط. بعد وحده موسى انا طيب بوسى خلاص. اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا بمنال ورافائيل. نحن مبسوطين فيكم الليله كثير وباهليتكم يلي رح نطلب منهم ينضموا لنا على المسرح. تفضلوا اهليه منال ورافائيل. منال عارفين على اهليتك اللي ما بعرفون. بدي بلش ب كريستيان ابو عني. كريستيان يعني بعتقد ما بده انترودكشن. كريستيان شو بده؟ بوست برودكشن. بوست برودكشن. كريستيان مثل خيي، ماي بيست فريند، مخرج. مخرج فيلم تلت بتعرفه؟ لا سامعين في سامع في توني هذا الفيلم. فيلم تلت كان بطولتي انا الرائعة منال ملاط، إخراج الأستاذ فيسي أبو عني، البروديوسر كان الأستاذ روي. روي المنتج. عارفين على روي طيب، هلا بنخبر عن الموفي. روي خيي الثاني، هو الكرييتر تبع ون نايت أون برودواي وهو كان برافو. ون نايت أون برودواي وأنذر نايت أون برودواي. بدنا ننوه بهذا الشيء لأنه كان شيء يعني أكثر ما بيتصوره العقل. ثانك يو. برافو. والضيفة الرابعة. بونسوار. بونسوار. يكي أني عم تعرف عليها هلا. كوزات جديد. كوزات. كوزات كمان من أصحابي اللي كتير قرب وهي ضمن عائلة كاتس برودكشن، مش عائلة ملات، كاتس برودكشن. صح. وكتير بحب صوتك و وطبعا ثانك يو لأني معنا اليوم. أصلا منال من أي أرق ثلاثة اسم الله معك غير أنت. يعني هلا بنشوف بعد شوي. رافائيل. رافائيل الجبور. نجم ستار اكاديمي دون منازع. رافائيل عرفنا على اهليتك، اول شيء الماما معك بعرف، بس عرفنا على اسمها الكامل. الوالده. انا هيك بعيط لها. اوكي اهلا وسهلا. جراس امي الغاليه. خيي. اهلا وسهلا فيكي. اهلين اهلين بجابرييل. وصديقي العزيز جاد نعمة. اهلا جاد. انا ما بعرفه. اهلا بجاد. جاد جاد صديق مشترك. رافائيل انت تخرجت من ستار اكاديمي وعندك جيش وراك بتابعك وبيحبك، ومجرد عرف انك ضيفنا حاب يوجه لك هالرساله. يلا. طانيوس حبيبي طانيوس، بموت فيك، انا بحبك كثير، انا من فانزك وبشجعك وبموت فيك وبفتخر اني من جمهورك. لليان بتحبك روف، انا من فلسطين، لليان بتحبك. ليش يا قلبي قد ايه نحن بنحبك وبنموت فيك، فخورين فيك اكثر ما بتتصور، ما تعتل اهم شيء نحن بظهرك على طول، ضلك مثل ما انت. Bon courage Raphaël et bonne continuation. On te fait confiance et je t'aime. شايف يا قلبي ما الامام بكرهك وكره العالم. هاي رافي، انا فيك بحبك كثير، فخوره فيك قد الدنيا رفعت اسم لبنان بالعالي. ناطرين كل جديدك وواثقين بخياراتك وفانزك بحبك كثير. رافي I love you. قلبك قلبك يقبرني. في منك عزوز الهند؟ تك تك تك. هاي رافي، أنا فيكي. فانزك بحبك كثير، أنا بموت فيك. رافي في منك عالمي بتيلا. واو. رافائيل عن جد تستحق زقفة، وبعتقد جمهورك العربي صار كتير كبير
وفي كتير فيديوز ما قدرنا نحطهم لأنه بياخدوا كتير وقت. أول شيء الله يخلي لك عائلتك مدام مدام غريس. مرسي مرسي. بدي أوجه لهم تحية لأحلى جاج جبوري وأحلى فانز. و يعني مش لازم نكون على حسن ظنهم يعني ضلوا بايدين ووجههم قدم لهم أعمال حلوة. ما هي مجرد عرفوا إنه أنت طالع معي بالحلقة جنوا عندي. طيب شو بدك يعني ترد لهم؟ كيف بدك ترد لهم إياها للفانز هلا؟ بأي طريقة؟ المرسي كيف بده يكون؟ صراحة عبالي أعمل هيك شيء مهضوم. مثل؟ شيء أنا وياك والجمهور ومن أهلية بمحلية. أوكي. شيء فيديو مهضوم. يلا. كيف إنه بعطونا فيه ونحن بعطونا. نلعبوا سيلفي. سيلفي. يلا. سيلفي. يلا من عندك. يلا. يلا. عيرونا تليفون. عيرونا تليفون. نخده هيك. والرب. نحن كمان نعمل سيلفي أوكي. 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 توني. إيه. شو بدنا نقول هلا؟ شو بنقول له؟ نحن بدنا نقول لكل الفانز العربي اللي بحب رافائيل جابور حضروا وتابعوه بحلقه مميزه ورائعه، هو والنجم منال ملاط بحلقه رائعه ومميزه على الجديد اهليه بمحليه معي انا توني عيسى. ف احلى توني بدنا عيسى. احلى منال ملاط اكيد. ثانك يو. فبدنا منكم تكونوا كتار عم تحضروا وتعطونا تعليقاتكم على الحلقه لما تخلص طبعا. قد ايه بتحبنا توني؟ كثير. 10. انا من الفانز. انا من الفانز. لا انا صرت من الفانز، عم بعمل فيديو معك. ثانك يو لاحلى جمهور ويعطيكم العافيه. بدك تقول لهم شيء بعد؟ وين سقفتكم يا شباب؟ وين سقفتكم؟ ما بكفي. بعد بدك تقول لهم شيء. شو بنغني لهم يعني؟ ايه ايه ايه. شايف يا قلبي ما الامان عم بكرهك. بعد شو بعد شو بعد شو هيدي غنيه رفايل شو رح نسمعها بعد شوي. انطرونا. ثانك يو. اوكي. منال اسم الله عليك، اسم الله عليك، العين ترد، ربنا يحرسه يعني. مرسي مرسي يعني. انا شهادتي مجروحه. اول شيء من Arabs Got Talent لانتشار واسع بالعالم العربي لكثير يعني نوعتي بالغنى واكثر شيء طبعا بالاجنبي عرفناك. اليوم منال عملت موفي مع توني عيسى صح، كثير حكينا عنه قبل شوي اسمه تلتت صح. كثار حضرونا وكثار ما حضرونا. ليلى حضرونا وعدوها كثير، ما بعرف ليه عدوها، عيدوا التجربه يحضروا مره ثانيه، واللي ما حضروا راح نفرجيهم ليه كان لازم يحضروا. منشوف وكم مره عدنا المشاهد سوا. بعد مره اكلنا اكل. لا 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 هيك ما اتفقنا. ماشي على قد بدك اياه. فينا علمها اكس. توني 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 من اجمل مشاهد بحياتي. سوري فيك تعيدها؟ فيني؟ لا عشان تصرخ علي. ايه هيدي هيدي. لا مش هيدي الاكس. لا ما فينا نعيدها. ما فينا نعيدها. ما فينا نعيدها. ما بعرف عشان عم تحكي بس عم غير الموضوع. منبلش لعبتنا. لعبتنا سهلة كتير، مجموعة صور فنانين على الشاشة وعليكم بس تقولوا ستوب وتغنوا للفنان يلي بتوقف صورته. منال ورافائيل انتو بتقرروا مين من اهليتكم رح يغني او لمين، والجمهور الحاضر معنا مثل العادة هو الحكم. اما انتو مشاهدينا ببيوتكم فشاركونا الحلقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، استعملوا هاشتاج اهلية بمحلية. منال، خلينا نذكر انه اسمك منال مش منال. منال منال اللي بتقولي. ليديز ليديز فيرست. حنبلش مع منال. بدك تقولي ستوب اوكي؟ فهمت اللعبة؟ فهمتها والله فهمتها. ستوب. داليدا. داليدا يعني ما بعتقد في حدا، ما بعرف هلا كوزات كيف صوتها، بس بعتقد كداليدا كداليدا يعني هيك جسدية انت على الارض. كثير كثير بحب داليدا. اوكي شو ان شاء الله ما تكون نهايتك مثلها بس يعني. يعني انت رح تغني لها مغير سور سان يعني. مغير سور سان هلا؟ ليكي كملي لي هالحلقه واعملي اللي بدك اياه بعدين. اوكي. مش سور سان هي، مش هالسان.
خلينا هيك نبلش بهيك غنية لدليدا كتير حلوة. شو هي؟ حلوة يا بلدي لبلدنا. برافو برافو برافو، أكيد أنت رح تغنيها. زقفة لمنال. ميوزيك. كلمة حلوة وكلمتي حلوة يا بلدي، غنوة حلوة وغنوتي حلوة يا بلدي، أملي طيبا كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي، وأفضل دايما جنبك على طول. فاكرة يا بلدي أول حب كان في بلدي، مش ممكن ننسى يا بلدي في الأيام زمان قبل الوداع. صوت ملائكي، صوت ملائكي بامتياز. انا مرسي. انا بحبك كثير وانا بحبك اكثر. بنرجع لعند رافائيل. كفوا الحلقه. لا كفوا الحلقه. لوك جاي دورك رافائيل. شو جاي دوري انا؟ جاي دورك. شو لعبه باسكت هي رافائيل؟ بدنا نقول ستوب. يلا لا لك ستوب. الرحله الشعروره الصبوحه. يا صبوحه مين راح يغني لها وشو هي الغنيه؟ ماما الوالده. حبيبي. الوالده والده رافائيل حبيبي. زقفه لجراس يا شباب. يا صباح مدام جريس تفضلي. شو هي الغنيه؟ بنغني اهلا بهالطله. اهلا فيكم وبهالطله. في احلى من هالطله؟ ما في. ما في ميوزك. الاردب عن امه غزال. اهلا بهالطله. هلا اهلا بهل عين الكحله. اهلا بهالطلي. اهلا اهلا بهل عين الكحله. ضحكت لك وردات الدار قالت لك اهلا وسهلا. ضحكت لك وردات الدار وقالت لك اهلا وسهلا. اهلا بوجودك طلت عخدودك. اهلا بورودك طلت عخدودك. يا حبايب بس انتوا زقفونا. هلا عرفنا يا رافائيل شو مورتتك الماما. شو احلى صوت. وهو احلى شاب بحياتي. واكيد الجمال. اسم الله عليك. الله يحميك ويضلك فوق راسه. الجمهور سمعتوا العائلتين وصار وقت تصوتوا. رافائيل شو هي اول آلة موسيقية عزفت عليها؟
صراحة أنا صايع يعني وكذا وهيك وعجقة وكذا، شو ما كان دربك عليه طناجر صحون صح، عرفت كيف؟ صح. خبرونا يعني أنت كمان بد أنا إيه أنا مش طناجر، أنا كنت أكتر صحون وين ستانلس، كنت عم ركز على البورسلين يعني. شوف معي الصورة. أيوة هي دي. إذا كان عمرك هون تعرف؟ شو سنة؟ سنة أكبر سنة. منه الدربة شو سنة؟ سنة بينعرف من طفولته الإنسان شو بده يطلع. ليك ستايل لبسه كمان، شو عنده ستايل بس بيفهم شو كنت عم شو ملبستينه. نحن الليلة حضرنا لك رافائيل مجموعة من الآلات الإيقاعية وبدنا منك وصلة غير شكل، شو رأيك؟ يلا تفضل عندي. وكل مرة أشوفك فيها يبقى نفسي أيوه أجيلك أقولك إن كلك على بعضك عني بالحياة أيوه كل مرة أشوفك فيها يبقى نفسي أجيلك أقولك كلك على بعضك عندي بالحياة أوقات أيوة هلا يا رفايل جبور رائع. مشاهدينا بنرجع للنتيجة، رح نشوف النتيجة على الشاشة ورايي. الرابح معنا لأول فقرة الليلة هو أو هي، هل رافائيل أو منال؟ فرافائيل رافائيل ربح هو وقليته بهالجولة. منال أنت خسرتي هاللعبة. رافائيل أنت بتختار التحدي هاللعبة بس مش كل التحدي. منال طبعا خسرتي حالك ما خسرتي، لكن الأرض بتهز بس ما بتوقع، كتير أمثالي وحكم التحدي. ومنال بتختار مين راح ينفذوا للتحدي. أول تحدي هو الغنى، أنتوا عم بتشموا بهارات مشكلة، سبع بهارات كاري جبنة وجامبو لا مش أوكي. الغنى أنتوا ركبين أحمر. أو التحدي الثالث اللي هو الغنى، أنتوا عم تعملوا مساج، وما أجمل من المساج. شو رفروف؟ فين عيطك رفروف هلا نوصل لآخر الحلقة؟ فيك أوكي. شو بدك نقي؟ راكبين على حمار أم عم بيشموا بهارات مشكلة ولا عم بيعملوا مساج؟ مين بدي يعمل مساج؟ نحن مستوردين عفواً جاي لعنا. أنت ما قالك عليها بالتحدي؟ أنت بس إيه بتختاره مساج؟ مساج؟ عم تدعي لصاحبك بالخير يعني؟ ايه يلا. مين رح ينفذ تحدي منال؟ أنا منال مساج انت وعم تغني، مين رح ينفذ تقبريني؟ نحن برأينا انت منال، لأنه صار لفترة عم تتعب مشان نجي وانا عرفت ليش قدرت عرفت انه إلها يا الله شو هالعائلة عن جد عائلة نحن قلبنا عليها بتجننوا. انا عرفت انه كانت مريضة إلى يومين بس الحمد لله يعني رجعت لنا بخير وسلامة الحمد لله. منال إلى المساج. ميوزك عطول مش رح تنسيني، شو صار تعملتيني؟ بالعكس 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 يا سي بس لوسيا اي جو ديسبيرادو اي تو تو كونتستاندو. بالعكس 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 if I can get my mind up بالعكس بالعكس
quizás, quizás. مشاهدينا ما تنسوا هاشتاق أليب محلية، الحلقة بعدها بأولا، انطرونا بتحديات وألعاب جديدة، راجعين بعد البريك. منتابع أليب محلية على الجديد، ضيوفنا الليلة رافائيل جبور وأهليته ومنال ملط وأهليته. مرة جديدة بنرجع للتحدي، البداية هالمرة مع رافائيل. رافائيل ما تنسى تقول ستوب عن جديد. لك ستوب. الله النجم الصديق فارس كرم. شو هي الغنية ومين راح يغنيها؟ شو هي الغنية ومين راح يغنيها؟ في غنى؟ فوق المترو 70؟ فوق المترو 70؟ انه ايه هيك شيء. يلا شباب. فيك تجي لعندي وفينا انا نروح لعندك. لوطن فوق المترو 70 دبر لي دبر لي دياتها الحلوين يا دكتا دبر لي فوق المترو 70 دبر لي دبر لي دياتها الحلوين يا ريتا دبر لي يا ريتا ويا ريتا بتاخذني الليلي حبيت اغلغل بقلبك شوي لانه تقيل الهصابية فوسي منا وحدي بتحيي من بعدها يلا سلام فوق المترو 70 رافائيل بحبها فوق المترو 70. شو هي مواصفات البنت اللي يعني فتاة احلامك مثل ما بيقولوا؟ فتاة احلامك فوق المترو 70 تقبرني تقبرني. بس فوق المترو 70 لا انا اذا ما كانت مترو 90 وطلوع ما بقبل. ليش يا خي انت شو فتاة احلامك؟ انا لقيتها عم بمزح. ما مين؟ طيب مدام منال. مدام جريس مو معروف. أيوة. مو معروف بتشبه منال فتاة احلامه. مدام جريس شو هي مواصفات الكنة المستقبلية؟ صعبة. شو صعبة؟ صعبة ارضى بالهي. لا ما تكوني بدك تفصلي له اياها على قياس للصبي. بيستاهل. ما تعملي مثل امي الله يخليكي. بيستاهل بيستاهل. ليك اهم شيء تكون تحبه. يقبرني ربك بلا بلا تقبرني 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 الماما. وتكون فوق المترو 70. وصل دورك منال. وصل دورك منال. بدنا نقول ستوب بالاو يو بي. لا إليك ستوب. قولي ستوب. نصري شمس الدين الراحل. نصري شمس الدين مين حيغني للراحل نصري شمس الدين وشو هي الغنية؟ عم طلعوا علي عم فرجوا. يا ريت نحكي يا ريت نقرر. بدك نعطي صوص فرصة لتوني صوص؟ أنا هيك بقول
chance. انا جو سوي شانسو على كل حال. اكيد شانس. لانكم انتم هون، انتم آل جبور الكرام. شو هي الغنيه؟ شو يا كوزا؟ يلا منغني. شو؟ منغني يا مرق على الطواحين. يا مرق على الطواحين موسيقى. اللعبة الجديدة بالحلقة رح نرجع نذكركم بالطفولة من خلال أغاني كلنا منحبها، بس قبل ما نبلش اللعبة رح نشوف صور طفولتكم. كيف كانت منال؟ كيف كان رافائيل؟ منبلش مع أونيك. أونيك لا مش ضروري صبا، أنا ذاكرة كتير. منبلش مع رافائيل. أنا ما رافائيل. هيدا مين؟ حياتي. شاهي شرشف الطاولة تبع ال إيه ما في غيره كان والله. هيداك كان عمره. هون شي سنة. شوف الصورة الثانية. ستايل ستايل. أي ستايل منه؟ شوف كل الألوان. هيدي جمركة غالية هالسيارة. إيه. ليه دافع حقها؟ قديك عمرك هون؟ ما بعرف. كمان بالسنة تقريباً. بالسنة تقريباً. إيه ما كان يمشي. حياتي. هون. مش معقول رافائيل نفس الشيء كثير حلو. ايه شو بيشبه تشرين؟ بتخيل اولادك اذا الله راد وربنا عطاك اولاد وتجوزت عندك اولاد سنين الله راد يا رب، بعتقد الاولاد رح يطلعوا مثلك. الله ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. هيدي شو هون كبرنا؟ لا تغير هون تغيرنا هون بالطعش. ايه شو هي شو انا بعرف انت بتعرف مش انا مش انا مش انا مش هون كبرنا كثير. انت اللي بالنص. لا شو عم بسمعك؟ لا دخيلك واحد اوضه ودار ومطبخ. ليك اذا بعده هيك لا بليز. منال صورك انت وطفله. يا طفله نعمل ساوند افكت في انا اتغزل بقوسي. منال غيره. منال عم تكبر شوي شوي، عم تطلع السلم درجه درجه. هون بلش الصوت يكتمل. بلش الصوت يكتمل هون. لا بلش البوز يكتمل. ايه في بوزات هون. توني اسألها هي شو لبستها؟ هي شو لبستها؟ الفانز عم بيسألوني الشيء اللي قلت لبسه من شوي باي ذا واي نفس الالوان. هيدي اختي، اختي مايا، بحبك مايا كثير كثير. مايا وي لاف يو. مايا وي لاف يو. واو هيدي بفرنسا كثير شكلها فرنسوية هيك. على فكرة عندي اختي، اختي بتشبه هيك هون عن جد. واخر صورة ايه كبرت منال اكتشفت صوت. اوكي مشاهدينا خلينا نبلش اللعبه مع رافائيل. رح نرجع مع الطفوله معك. يلا وإلك ستوب. ستوب. طيري يا طياره طيري. ايه للكبيره السيده فيروز. مين حيغنيها؟ تشاوروا تحاوروا تناوروا وقصفوا الجبهه. جابي جابريال جابور. زافي لجابريال يا جماعه. جابريال جابور. موسيقى. طيري يا طيارة طيري يا ورقة وخيطان
الله يا جابي. الفن بيجري بالعائلة، هيدا معدي الفن. يا ريت كل العالم تنعدى من الفن. منال it's your turn. Alrighty. Stop. أنا مفروض أقول stop. أنا عم ساعدك. Stop. فرير جاك هالصوت الضخم ذكريني أيها فرير جاك. كيف تجي؟ أعطيني الدوب. خيي جاك، خيي يعقوب، يعني هي غنية خيّو. مين بده يغنيها؟ كلنا طبعاً. شاور ونور وقصف والجبهة. أوكي. مين؟ كلنا. روي بشرفك. كلنا. وحياتك. كلكم. ميوزك. ما من هدا. فين بلش هيك؟ فرير جاك. حالي لو أهلي قاعد تحت شجرة الميلاد وعم صلي وعم غني، بما أنه نحن شهر نوال يعني نعاد على الجميع. مرسي لأنكم عيطتوني كمان بالمقابل. وعليك يا رب. كل فقرة الجمهور راح يصوت. مين فاز بهالجولة راح نعرف بعد شوي. منال مين بينام حدك بالتخت بالليل؟ كل ليلة مش بالليل. أهلك عم بيسمع. أهلك عم بيسمعوا منال. ما تجاوبي لأنه شوفي شو جبنا لك. تفضل. يا خينة. لا ما بصدق عن جد جايز. حدا بنيم جاط فواكه حدو بالليل؟ هلا انتو زدتوها. هو في انسان طبيعي بكامل قواه العقليه بنيم حدو انا نسيه مثلا وبيغمرها وبينام؟ بحس حالي بالامان. لك مش جاط. شو انتو كمان؟ لا بحط هيك شويه. شو بتحسي؟ يعني نص كيلو. بتحسي شيء انه التفاحه بتعني يعني تفاحة شو بتعطيك يعني؟ بتعطيني هيك أول شيء التفاح كتير منيح للصحة بس أكون معك. هو لحوى أصلاً خلق هذا الشيء. صح. أوكي. بحس هيك إنه كتير بحب أكل فواكه. الموز. الموز أنا بدي أحكي عن الموز. الموز فوائده. خبرينا ليه بتنايم حدك الجوط الفواكه. ليه؟ لأنه بحب أتسلى أنا عم بقرا هيك. يا أفندي يا عنب يا هيك الشيء بيسلى يعني بس إنه. بيسلى. دائماً بوعة النهار بلاقيهم مثل ما هن. ليه؟ لانه ما برجع باكل منهم. بتخليهم ستاند باي عرفت؟ اذا اجاني ضيوفي. بتقول لهم بونوي وبصبحوا على خير وهيك؟ بونوي فرير جاك. يلا. هلا بروحوا وحدهم قال. يعني خلينا نرجع للنتيجه. شهيتونا فواكه على فكره. نرجع للنتيجه يلي راح نشوفها على الشاشه. مبروك. لا. من هلا. منال وأهلية ربحوا هالجولة. تفضلوا بليز. طيب عم بتلتهيني عم ضيف فواكه يعني من قريبه. منال ربحتي هالجولة. رافائيل انت خسرت. يعني منال راح تفرض عليك شرط من ثلاثة أو تحدي من ثلاثة انت أو أحد من أهليتك راح ينفذوا. التحدي الأول الغنى وفي حي ملفوفة على رقبتكم. أحلى شيء يعني. التحدي الثاني الغنى انتوا عم تركضوا على التريدميل. الغنى أو الغنى انتوا لابسين عوينات بتدوخ شوي. منال شو هو التحدي؟ انا رحمتك يعني اذا تكون عدلي تذكر انه اعطيك مساج اكلت قتله. طب تعرف شو شيء قريب عن المساج
رياضة كثير منيحة لك ولصوتك. تردمل. يلا. بتحب تردمل عليها شيء ولا ما بترد عليها؟ ما بدك ترد؟ ما بترد عليها. اوكي. رافائيل مين بدك نفس؟ انا لفمتها. هي قصة تردمل. بدك تكون سريع معك. بيطلع لك أناناس. فيني كمل هالحلقة بخير والسلام؟ مين بدك يكمل هيك منا؟ اوكي يعطيكم الف عافية، أنا بوقف البرنامج والحلقة نهائياً. تفضل لهون. ما بدي أسألك مين رح ينفذ، أنت ما تنفذ. تفضل. هوبا يلا. شكله كده مش ناوي على خير، من عليه قلبي يهدد وأنا ناوي أمسك أعصابي وأسيبه هو اللي يحدد حكايتنا هيوصلها البيت، حيقول لي تاني خلاص بعدين، وبعد يوم كده ولا اتنين خلافاتنا ترجع تتجدد. شكله كده مش ناوي على خير، من عليه جاي بيهدد وأنا ناوي أمسك أعصابي وأسيبه طول اللي يهدد حكايتنا هيوصلها البيت، وبعد يوم كده ولا اتنين خلافاتنا ترجع. يلا يلا با بي ربا 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 على كل مواقع التواصل الاجتماعي. اوكي اوكي مشاهدينا على كل مواقع التواصل الاجتماعي نتواصل نحن وانتم، استعملوا هاشتاج اهليه بمحليه. بعد في تحديات واغاني كثير بالحلقه، انطرونا راجعين بعد البريك. اوكي 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 مانا. منتابع علي بمحلية على الجديد. نتيجة لهلا تعادل 1-1، ومرة جديدة للأغاني. البداية هلا مع رافائيل، ما تنسى تقول ستوب يا صديقي رافائيل. حبيبي يا طوني ستوب. الراحل سمير يزبك، شو بدنا نغني له ومين بده يغني له؟ شو بدنا نغني له؟ زينة سمير يزبك. زينة لبست خلفها. يلا انا وياك شباب، انا وياكم. يلا انت يلا بلش بس. يلا شباب موسيقى. انت قول نحن بنلحق. على هجرك صبح قلبي معنا، على هجرك صبح قلبي معنا، وعلى غيابك نظمت كتير ومعنا. طيب بتقول يا جبور لك مثل طوني عيسى بالعالم،
لك مثل طالع عيسى بالعالم لك ما عنا وعلى شكله ما خلق ربي وجاه يا انا وياكم لك زينا لبسه خلخال وصارت تتبع يا شباب زينا لبسه خلخال وصارت تتبع نزلت عالساحة لتمخدر نلعب بالسيف وبالخنجر بالخيال انت تمخدر وهي عم بتروح انشالة قلبي الخيال يتمرمر هي عم بتروح انشالة مشيتها مشيت غزالي لك ضحكتها ضحكت خيالي ومشيتها مشيت غزالي وضحكتها ضحكت خيالي وعجبنا القمر بلالي لك سبحان الخالق جمالك وعجبنا القمر بلالي وسبحان الخالق جمالك وكل ما تتلاقى وصل دورك منال بما انه كلكم بتحبوا تغنوا اجنبي نقينا لكم كم شغله بالاجنبي رح نشوفهم على الشاشه بدنا نقول مشاهير اجانب خلينا نقول اوكي بنقول ستوب ستوب مين الشاب الحلو ذا كينج جيمس براون شو هي الغنيه ومين بده يغنيها اوكي العتبه كزاز لا بدنا نسمعكم كريس وراي شو بدك كريستيان وروي شو هي الغنية؟ Do you feel good? I feel good. You feel good? If you feel good, we do our thing. Mama Smakon, are you feeling good? Are you feeling good? Yeah, we're feeling good. Yeah, let's do it. Music. Ow, I feel good. I knew that I would now. I feel good. Sugar and spice, like sugar and spice, yeah. I'm feeling nice, woo! Like sugar and spice. So nice, so nice. I got a you. Woo! Come on. Woo! When I hold you. Sugar and spice. Like sugar and spice.
so nice. I got you. So good, so good. I got you. So good, so good. Yeah, yeah. I got you. لحظة خليكم واقفين نحن عنا هيك شيء بلبنان؟ هذا لبنان، هيدي صناعته، هودي شباب نفتخر فيهم. يس اشتراك يعني انا نيالك منال بحسك انه كل يوم تسمعيهم، مش كل يوم، ايه زهقت يمكن بعتز زهقت بس صراحة ابدا ما بزهق ولا اليوم ولا بكره ولا بعد 100 سنة. كريستيان روي ثانك يو، تفضلوا. ميرسي ميرسي. ننتقل لنشرة الأخبار بحلقتنا. رح نعطيكم خبر من أخبار النشرة وأنتوا عليكم تغنوا على لحن معروف. أوكي؟ حلو. تفضل رفيال. يلا. على أي لحن بدك تغني نشرة الأخبار أو بدك تزيع نشرة الأخبار المغنات بالأحرى؟ تتفضل شوي لقدام لحتى هالوجه الحلو يكبر على الشاشة وتشوفك. عفوا، مساء الخير وأهلا بك. تفضل. على شو لحن؟ اي لحن؟ لحن لحن مشوي ولا شو؟ فيني انا نقي؟ فيني انا واحد، انا مهم انا نكت وضحك. قلي نقي لي، يلا نقي لي من عندك. انا بدي نقي لك لرجب حدك يا الموتور. حلو حلو. اوكي يلا ميوزيك. ايوه كيف تبلش تعرف؟ مساء الخير، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني أو الأمين طاهر إرسلان في دارته في خلدان. النائب والدي جملان بأيمر جملة يرغج في العزم يرافق هو عبد من الحزب ضم الوزيرين أكرام شهيب وعريض. والنائب غازي العريدي حيث تم التباحث في آخر مستجد السياسية المحلية والإقليمية وأكدا إسلام على انتفاضهم تم عوالد بيك وتم على والد بيك وتم عوالد بيك. يعني غنية رفيق. وهيك سمعنا موجز الأخبار. منلتقى فيكم الجمعة الجاية إن شاء الله مع نشرة جديدة. انطرونا إن شاء الله بيدلوا هيك الأخبار. يا ريت حصل أمي بهالطريقة. في أحلى منا يكون بلد سياحي. في أحلى منا الأخبار بتم رفايال. في أحلى منه البلد يكون سياحي مش سياسي. عن جد رفايال. Thank you. منلا. أنا كمان. Are you ready؟ فرجينا مواهبك. بس كتير حتطلع أشطر مني. هلا حتشوفي شيء حلو كتير. عيا عيا لحن، اي لحن اغنيه عم فكر. تعال نفكر انا وياك ونقرر على السريع. هذا الاكس، هيدا اكس واي زد. توقفي هون اكوتي دو مو. ما فهمت النكته، قصدي الاكس تبع الفيلم. anyway. لحن الاغنيه بسرعه. انت شو قصدك؟ فيني انا نقي؟ فيني انا نقي لك شو لحن الاغنيه؟ ايه بس انه مش شيء صعب. يعني مش صعب، انا بحبها كثير غنيه. ماي واي منيحه منيحه منيحه. ها برافو بيركبوا وين بعتقد تزبط. ماي واي ميوزك. مساء مساء الخير واهلا بكم الله الى موجز الاخبار. التقى
وزير الصناعة اللبناني الدكتور حسين الحاج حسن سفير جمهورية مصر العربية صناعة عربية نزيه النجري نزيه النجري الذي صرح أن مصر ولبنان تربطهما علاقات سياسية وضرورات اقتصادية. الله زعفولة مدينة وضرورات تهدئات الأوضاع وتسويات الأزمات الإقليمية بلدين وشعوب المنطقة جميعا على الإكس على الإكس توني على الإكس بأكسة يعطيك العافية سلينا مرسي مرسي على حبيبي روعة مين فاز بهالجولة رح نعرف بعد شوي رافائيل ومنال مش بس صوتكم الحلو القاسم مشترك بيناتكم كمان حبكم للتمثيل رافائيل منعرف اللي بيحبوك كتير عرفوك بشخصية تانيوس أيوة صح؟ تانيوس اليوم تانيوس رايح يشارك ببرنامج أهليب محلية وأز بيلتقى بمنال يلي كمان جاي يشارك ببرنامج أهليب محلية فبيتفركشوا ببعض على الطريق وهيدا اللي صار بنشوفه لايف على المسرح تفضلوا هات لشوف هات لشوف القوة بالتمثيل لو معنا صار يلا 5 4 3 2 اكشن من سنترة على النص بليز بونسوار اهلا عمي بس بدي اسالك ضايعه شوي بتعرف وين تصوير أهليب محلية مع توني عيسى؟ وينك رايحة؟ رايحة على التصوير مع توني عيسى أهليب محلية بتعرفه؟ انت رايحة أهليب محلية؟ ايه مع توني؟ مع توني بتعرفي التوني؟ ايه بعرفه لتوني طيب وينين أهليتك؟ أهليتي؟ ما اليوم جيت لوحدي جيت ألون؟ ألون؟ جيت ألون؟ يلا تعال معي ما احكي من الأول قاعد عم بتلف وتدور وتطلع وتنزل ايه اطلع توني أهلا وسهلا فيكم ببرنامج أهلي محلية أهلا توني يلا بليز سوري الجمهور رح يصوت على التمثيلية اللي عملتوها علينا القرار قرار قرار الجمهور بهالجولة هو رح نشوف النتيجة على الشاشة سوا الجمهور عطى نقاط أكثر لا محسومة إلي محسومة لا منال يس شو يا رفايا لا من في شيء مش مزبوط في بعد في ما تعطى الهم بعد في ما تعطى الهم الأرض بتهز بس ما بتوقع الله رفايال برافو رفايال منال رح تنقي نوع التحدي وانت او حدا من اهليتك رح ينفذوا التحديات هن الاول الغنى انتوا واقفين بوجه مروحة قوية ممكن تطيركن التحدي الثاني الغنى انتوا لابسين حزام رجريج او vibrating belt التحدي الثالث الغنى انتوا حاطين اجريكن باكواريوم في بواسان شو التحدي منال؟ في يلي بتفضل في يعملون كل لون لنتسلى شوي ايه بصير نط باسون صرنا تجنيد اجباري مش بطلنا نعمل لا عن جد هيك لنضحك شوي ما معقول في يعني في شيء ضدي في شيء شخصي لا 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 ولا ولا لا لا قلبك شو قاسي هلا بترد لي اياها انا امي معي انت معك اصحابك قصدي يعني انت بعد حرام ما الارض بتهز ما بتقولوا شيء هين بكره جاي لو لا جايكم اذا اعتبرنا رافائيل عريس
الحما هون والكني هون، روقوا على وضعكم. رافائيل، مين بدك من اهليتك ينفذ التحدي اللي رح تفرضه عليك منال؟ اول شيء شو التحدي؟ مزبوط. طب ما رح كون ثقيله. اي الفايبريتنج بيلت، الحزام الرجراج مثل جونجر وجريندايزر. تفضل يا فايز. انا انت انت او حدا؟ امرنا لله. يلا تعال رجرج، تعال رجرج، زقفوا لكم، فوتوا لنا الحزام الرجراج. جاهز؟ طبعا. موسيقى. مساء الخير. اوكي. شي كتير قوي. عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد. الله. حاجة تحكي. ما تقطشوا عن هواك. ضحكت علي كل بلد وانا عايشة وحدة بلاك وبلا حبك يا ولد وحاجي تحكي عن هواك ضحكت علي كل بلد بنحبها ايه بنحبها بنحبها مشاهدينا، كل تعليقاتكم توصلنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج برنامجنا بالغريبه المحليه. صارنا بعد ما خلصنا العاب واغاني وتحديات بعد البريك. انا وياك. اوكي اوكي اوكي. اهليه بمحليه بتابع النتيجه لهلا 2-1 لصالح المنوله. البدايه معك منال، بذكرك انه بدك تقولي سيت اب هالمره. س اس او يو تي او يو بي. سيت اب. اوكي. سيت اب. سيت اب. شاب خالد. مين بده يغني غنية شاب خالد وشو هي الغنية؟ ديدي؟ بساسك. ديدي ولا بيبي؟ عبد القادر. عبد القادر. عبد القادر. عبد القادر. مين رح يغني؟ مين حيغنيها؟ يلا نو. مين مين كلكم؟ ايه يلا بلش. انا والجميع. يلا بصي بصي الحقوني. يلا طلعوا بالاوتوكار. يا موسيقى شباب. تعال وعبد القادر ركوا على مداك الحال عليا داوي حالي وعلى سيدي روف عليا عبد القادر يا
وعلم ذاك الحال عليا داوي حاليا وعلم سيدي روح عليا سيدي عبد الرحمن كبير جهودك والحزين وانت راجل قايل كثير 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 يا سيدي عبد الرحمن كبير جهودك والحزين وانت راجل قايل دي وانا في ارضك الامن يا سيدي بومنين وانا في ارضك الامن يا سيدي الغواري سلطان الغالي وسمين عبد الله سلطان العليا وعلم ذاك الحال عليا لوي حاليا وعلم سيدي روح عليا عبد القادرية وعلم ذاك الحال عليا تستاهل وزعفة كتير كبيرة. برافو. رافائيل صار دورك. سيت اب انا كمان. انت سيت اب سيت اب سيت اب يعني. الون ستوب. يس. سعد المجرد الله يفك اسره. طبعا. تحية لاهل المغرب. طبعا تحية لاهل المغرب. عم يحضرونا. تحية لكل دول العربية. يلي بحبوا رافائيل كتير. شو هي الغنية ومين بده يغني؟ بنغني له شو بدكم؟ انت معلم؟ مش عم اسمع. انت معلم، يلا انت معلم. الجمهور بده انت معلم. يلا انت معلم موسيقى. تفضل يا معلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. يلا انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى. طب انت انت انت, انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يشيلوا يوم وانت وما تسمع اللي يخدعك. انت معلم وما تسمع اللي يخدعك. يلا ايدينا بالعالم. يلا انت معلم واحنا منك نتعلم. معلم انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت لا تستاهل طيارة لطيارة شوي علي. تستاهل طيارة لطيارة شوي علي. تطير انت في العالي ما نوصل لك يا غالي. تطير انت في العالي يلا قول معي. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم وما تسمع. يجي له يوم ويندم وما تسمع اللي يخدعك. معلم وما تسمع. يلا صوت انت معلم. يلا انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا منك نتعلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. واللي خلاك ما يفهم يجي له يوم ويندم. وما تسمع اللي يخدعك. وما تسمع اللي يخدعك. انت معلم. يا معلم. يا طوني يا معلم واحنا منك نتعلم. على بلدك. يا طوني يا معلم واحنا منك نتعلم. ايوه. نسكت وانت موجود ما نرضى نتكلم. نسكت وانت موجود. زقف الأحلى طوني.
ثانك يو رفايال، ميرسي حبيبي، ثانك يو. منبلش مع منال. نحن حضرنا لكم افلام اجنبيه خصيصا لكم. ميرسي. اوكي؟ جاهزه لتقولي ستوب؟ يلا. يلا. ستوب. جريز. جريز. في شي نكتة على جريز توني بليز؟ ها؟ شي نكتة على جريز؟ جريز فيك تغني لنا شي؟ قلت له بليز يعني. منيحة منيحة توني. حلوة. 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 سافرنا السنة الماضية على جريز كثير حلوة. اوكي. طيب يلا شو غنوا اعملوا شي. You're the one that I want بدي غني مع روي. اوكي. أنت وروي. اوكي. هي وروي لكن منال وروي. تفضلوا. Chills, they're multiplying, and I'm losing control. 'Cause the power you're supplying, it's electrifying. Woo! You better shape up. الرائع حلوين. رافائيل صار دورك جاهز؟ جاهز. نقي واختار. يلا. ستوب. عبدو عبدو. يلا. من مسلسل عبدو عبدو للكاتب والممثل والمخرج جورج خباز. اكيد. رافائيل تفضل. يلا. مين بده يغنيها؟ انا وجورج. انا وشادي. اوكي هيك بتقول غنيه. يلا انا وجاب. يلا. اتحفنا اتحفنا يا مش انا وشاك. قوليني اسمه عبدو والتاني اسمه عبدو. قوليني وعبدو وعبدو. يعني برافو عليكم. اسم الله حافظين غنيه عبدو عبدو. انا بعرف منها شيء انه انا صراحه كثير احضر وبحبه لجورج. كنت تقلده بعرف كنت تقلده بالمدرسه ايام زمان بس مش حقلد لك. لا بعرف.
اسمعنا بسيطة غير مرة. اسمعنا رافائيل ومنال وقبل ما نعرف النتيجة. شو أطيب ديسير رافائيل بتاكله من إيدين الماما جريس؟ شو أنا بتوحم؟ كراب أكتر شيء. كراب؟ كراب. كراب على شوكولا. مدام جريس، شو رأيك نعمل كراب هلا على المسرح ونضيف الكل؟ لنعرف أكيد لنعرف أكيد. كرم الكرم لأبيات كرم الكرباوي. تحية لأهل أبيات أكيد. تحية لأهل أبيات أكيد. أوكي منفوت عدة الكراب. أنا بدي إياها شوكولا بنان إذا بتريدوا. مدام جريس راح نذوق من دياتك الحلوين وإيدين الأم. مرسي. الكراب الطيبة أكيد للشاب الحلو رافائيل من نطع مين كراب. بدنا نذكر إنه رافائيل قام بمجزرة كتير كبيرة بالأبيات يومتها أو ما بعرف بأي منطقة كنتوا ساكنين. خبرينا عن المجزرة. لا ببيتنا نحن وعم نشتغل. نحن وعم نشتغل رح نعمل كراب أكيد. شو صار مع رافائيل وقتها؟ مرة رافائيل حب يعمل لي سوربريز. كان عيد الأم. أي. وهو كتير هيك رومانسي بال رومانسي بحب الورد والجاتو والشوكولا فحب يعمل لي قلب جاتو وبيعمل قلب جاتو وبوصل على البيت انا وبلاقي سوربريز. بتلاقي سوربريز بلاقي انه المطبخ مفجور. المطبخ صار بس انبسطت انه هو فكر انه يعمل لي الكاتو يعني كان كثير حلو يعني كان عمره شيء 14 15 سنه. رح نخلصها هيك لانه كثير شوكولا بتحب رافائيل بحب الشوكولا والفانز تبعوله غنجين وهو الشوكولا تبعهم. حط موز مسيو رافائيل. موز ايه منال اول كراب لعبتي انا منال هيدا تحب تضيفها لمنال او لحدا ثاني؟ اكيد مهلا منال بس ما بحب الموز بس مش كثير بطلق انا ناس الموز هلا. في بوتاسيوم الموز فيك تنيميها حدك للكراب عادي وهيدي الكراب منيحه منيحه بتضيفها لمنال بليز. لا لازم اعترف انه حلوه حلوه النكته منال والله مش عم بفهم ليك حط لها حط لها شمعه شكلها شمعه. برافو ميرسي مدام جريس ثانك يو ميرسي على الكراب الطيبه اكيد ثانك يو رافائيل اذا بتريد اتفضل مطرحك. مشاهدينا بنرجع للنتيجه اللي راح تظهر على الشاشه. خلونا نشوف سوا مين ربح بهالجوله بهالفقره الرابعه رافائيل ام منال. رافائيل ب 62%. ما بحكي ولا ما بحكي ما بدي كراب ما راح اكل الكراب رشاكي. هالمرة التحدي عند منال واهليتها. التحدي الاول الغنى انتو عم تتمرجحوا. التحدي الثاني الغنى وانتو عم تعملوا رولر سكيتس. والتحدي الثالث هو الغنى وانتو عم تحلقوا دقن حدا. شو يا رافائيل؟ دقن دقن انا بقول لك دغري دغري دقن. مين بدها تحلو؟ بس انه خطره شوي. لا دقن اكيد مش دقن. شو اسمه؟ روي 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 دوكوزات قصدك تحلو؟ اذا اذا مين بده يحلق؟ طب شو رايك انت طوني؟ كوزات؟ لا مش كوزات. او حدا من الجمهور اذا اخر شيء عصيت علينا يعني منا حدا من الجمهور. منال هلال من الجمهور حابب يحلق دقنه تحت ايديك. هل راح تشطبي شي شطب يبقى كل العمر سيكاتريس بوجهه ولا راح تحلقي له على الناعم؟ اكيد على الناعم. تفضلي. يلا جاهز؟ تفضل على شامبون. على على غنيتك طبعا ما هيك؟ انت وانا انت وانا ميوزك انت وانا. يلا الله يساعدك. انت وانا قصتها انا مكتوب باجمل كلمات مرسوم السور حروفها من نور لحن اجمل نغمات مشتاق لي لمسه ايديك تعيشني احلى معك
طفل بإيديك خليني هيك وعدني تحبني بجنون وسدد عينيك رجعني ليك ما بتكذب لغة العيون انت وانا قصة هنا وكان القدر مكتوب بالحب نضيع وندوب بالحب نضيع وندوب لحظة بس في شقفة زعجتني على نيلو لهلال ربع دقن بكملها طبعا الحلاق بكره ان شاء الله او الليله عن جد كثير سوري ما دام عن جد الزواقه في الفن نحن لقينا لك وظيفه جديده بشرفك ليك هالشغل شو نظيف وانا اول واحد بسلمك رقبته عفوا دقنه مشاهدينا لهلا منال ورافائيل متعدين بس بعد بريك تحدي واحد بيكشف مين الرابح انطرونا شايف يا قلبي ما الأمان عم بكره كره العام شايف يا قلبي ما الأمان عم بكره كره العام امبارح إلا ما أهضم هلأ ما عدنا نهضم هلأ ما عدنا نهضم عرفت على أهلي وأصحابي زقت فيها على عمياني طلعت غدارك السابي ضحكت عينيها ولا شفنا فيه إلا البلا ما فيش له عينيها ولا شفنا فيه إلا البلا الميل ما فينا نعدلا حكمة وما كنا نفهما حكمة وما كنا نفهما عرفت عقلي وأصحابي عم بكره كل العام مبروك يا الغنية الجديدة رافائيل اليوم من كلمات الحامين الغنية وتوزيع كلام أحمد ماضي ولحن باسم يحيى وتوزيع عمر صباغ أكيد وجهون تحية مبروك يا الله يوفقك برافو أهلي بمحلي بالفقرة الأخيرة بقي تحدي واحد رايح يحدد مين الفايز تحدي اليوم هو أطول برجر مين رايح يعمل أطول برجر بدقيقة منال ورافائيل نحن حضرنا لكم مكونات البرجر وأنتوا لازم تعملوا أطول
برجر خلال دقيقة واحدة. بس بدي أذكركم إنه تستعملوا كل المكونات، يعني كل مرة لحمة، خس، بندورة، كاتشب. لحمة، خس، بندورة، عيد وراي. لحمة، خس، بندورة، كاتشب. لحمة، خس، بندورة، كاتشب. لك لحمة، خس، بندورة، كاتشب. بما انه برنامجنا اسمه اهلي محلي، احنا هيك كلنا مع بعضنا بنكون جاهزين. اكيد جاهزين. اكيد تفضلوا. يلا لكن التحدي مسز اند مستر، التحدي الاخير ما بين منال ورافائيل، اللحمه خس بندوره كاتشب بالبرجر، مين بيعمر اكثر بدقيقه؟ جاهزين؟ جاهزين. 3 2 1 توب ميوزك. لحمة خس بندورة كاتشب. فوق بعضهم فوق بعضهم. ايه كاتشب بنان خس. اه في اوردر معين كمان؟ لا بدك اياه اطيب كاتشب. 30 ثانية. يا تعتيري ويا شحاري. ضبطون. بدنا شكل مرتب. يا عيني. رافائيل. شو حبيبي؟ أنا ما تتعطى معك. 5 4 3 2 1 ستوب. ستوب ميوزك. ستوب. لا هي ليك ترى فيك. أوكي. لحظة. بنبلش نعد؟ ما رح نعد؟ ما نفقد. أنت رافائيل حاطر. حاطر. خليني أشوف. شلي. لا محسوبين. سوري فرطي. طب مش هديها لحمة. 2 3 4 5 6 لحمات. ها مش محسوبين. 6 طوق يعني. منال مجزرة هيني هون. طب هلا وقعت والله. هلا وقعت شفته. 5 6 7 لحمات. ألف مبروك لمنال ملطوة أهليتها. رافائيل شو بتحبوا للجمهور اللي عم يتابعك؟ خسرت على لحمه وحده يا رافائيل. زلمه مش مسموح. شدينا الظهر فيك، قلنا ساعه عم نحكي وكذا، وعملنا كل اتصالاتنا وما مش الحال. لا بس بليز ليكم بلا منظر. قول لي بلا فش. رافائيل ومنال انتوا نورتونا الليله، انتوا اهليتكم وكنتوا رائعين، استمتعنا كثير باصواتكم الحلوه والرائعه، واهم شيء بنفسياتكم الحلوه. وهلا خلونا نغني كلنا سوا مدلي لنختم حلقتنا. جاهزين؟ جاهزين اكيد. اوكي. هل يمكن الحلو زعلان؟
هيك بتخلص حلقتنا الليلة من أهليب محلية. تابعونا الجمعة الجاية مع ضيوف جديد وألعاب جديدة. ما تنسوا هاشتاج أهليب محلية. تصبحوا على ألف خير. أحب كل من يحبك أحبك وأحب كل من يحبك. أحب الورد سوري عشان لونه لون خدام. أحبك حبيبي أيوة. أنت وحدك حبيبي نصيبي وعيني هجرك نصيبي. Thank you.